حينما حل البلاء جئت إليك دليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعانا إليه من لي غيرك ربي معقود فيه رجايا لا تعاملني بذنبي يا جواد يا كريم إنني عبد ضعيف حظه لا يستقيم لا لا تحرمني ربي من لطفك العميم فسقامي أتعبتني يا ربي الرحيم قل له كن فيكون قل له كن فيكون قل له كن فيكون قل له كن فيكون يا مجزلا بالعطاء لا حول لي كي أحال إليه من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي يا من لقلبي شفاء من كل داء خلقت دواء من لي غيرك ربي يشفيني يا مولاي لا تعاملني بذنبي يا جواد يا كريم إنني عبد ضعيف حظه لا يستقيم لا لا تحرمني ربي من لطفك العميم فسقامي أتعبتني يا ربي الرحيم قل له كن فيكون قل له كن فيكون قل له كن فيكون قل له كن فيكون حينما حل البلاء جئت إليك دليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعانا إليه من لي غيرك ربي معقود فيه رجايا لا تعاملني بذنبي يا جواد يا كريم إنني عبد ضعيف حظه لا يستقيم يقولون أرى الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي قل كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانينا بما كنتم تعلمون الكتاب ودت طائفة من أهل الكتاب لو يدلونكم وما يدلون إلا أنفسهم وما يشكرون pemberi syafaat untuk kita semua dan kunci pembuka menuju ke surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tadabur ayat, sedikit tadabur ayat di dalam surat Ali Imran tadi. Ya, di dalam surat Ali Imran ayat 133 di situ Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh." Ya'idats lil muttaqin. Ya Allah di situ berfirman, bersegeralah kamu ya mencari ampunan dari Rabbmu.
bersegeralah kamu ya untuk mencari